جئنا إلى هنا خصيصا للحصول على بعض ملابس ترامب، وتحديدا من هذا المبنى. من الواضح أنه عندما تشتري من هنا فإن الكثير من العائدات تذهب إلى حملته. أنا من محبي برلسكوني، وأعتقد أن دونالد ترامب هو برلسكوني الأمريكي. أعتقد أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد التغيير، يجب أن يكون دونالد ترامب الرئيس المقبل، لأنه مع هيلاري كلينتون أظن أن لا شيء سيتغير. إنه ليس الشخص الأمثل، وبالتأكيد ليس الشخص الأفضل لقيادة هذا البلد. كنت أعتقد أنه ترشحه للرئاسة كان مجرد دعابة، ثم تسارعت الأحداث وأنا قلق الآن من الزخم الذي اكتسبه.